احتجاجية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وتزامنا مع هذا الوقف الاحتجاجية كاين واحد الإنزال وطني، بحيث أن الطلبة اللي تعذر عليهم أنهم يمشيوا لوجدة جاوا اليوم باش يعبروا على الغضب ديالهم في وقفة تحت عنوان الخميس الأسود. فاحنا اليوم كنحتجوا على القرارات الأخيرة اللي عرفتها الساحة، بحيث تم تنظيم واحد المجموعة من 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 الاجتماعات واللقاءات باش يتفرض على الطلبة أنهم يجتازوا الامتحانات المبرمجة في الأسابيع القليلة المقبلة، في نسيان تام للنقاط المحورية اللي عندنا في الملف المطلبي. فالملف المطلبي ديالنا أكيد أن المحاور ديالو كاملة مهمة، إلا أن النقاط الجوهرية ما تمش التطرق لها. فيما يخص تقليل السنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، الحدود الساعة مازال ما لقيناش شي حل ولا واحد النقاش اللي فعلي بخصوص هذه النقطة. القرار ديال الزيادات في عدد الوافدين الجدد واللي خلى المدرجات تعرف واحد الاختناق كبير، وان شاء الله من هنا ملي غيطلعوا الطلبة ديال السلك الاول للسلك الثاني ديالهم وغيبداو يديروا تدريب استشفائي، الأزمة غتولي جد متفاقمة. يعني هاد الأزمات اللي كاينين دابا غيتزاد الحدة ديالهم بسبب هاد القرارات العشوائية. فاحنا اليوم كنطالبوا المسؤولين انهم يجلسوا معنا على طاولة الحوار ويكون واحد الاشراك فعلي، واحد النية ديال الاصلاح اللي حقيقية. حنا ماشي ضد الاصلاح، حنا مع الاصلاح، ولكن الاصلاح خاصو يكون عنده مقومات ويتم اتخاذ ديال الاجراءات اللازمة باش يكون هاد الاصلاح اللي يكون مزيان. فاحنا في ديال واحد الوش الكبير اللي هو اصلاح المنظومة الصحية بصفة عامة، الا اننا اليوم كنشهدوا واحد المجموعة من القرارات اللي كتقيس بجودة ديال التكوين ديالنا. فما يمكنش اننا نسكتوا على هاد القرارات، وكنظن انه زعما اي محاولة لاقناع الطلبة ولا اجبارهم كما جرى في كل من الكليتين الراشدية وجدة باش انهم يدخلوا، والتهديدات اللي تلقاوها ممثلي الطلبة والطلبة ايضا في احيان اخرى واتصال مع الاولياء ديالهم، كلها امور لن تصب في مصلحة لا المواطن المغربي ولا الطلبة ولا المنظومة الصحية. فاحنا محتاجين للمسؤولين انهم يفهموا هاد الرسالة اللي عندنا. الرسالة ديالنا مبنية اساسا وكتحركها الغيرة ديالنا على التكوين ديالنا، ميمكنش اننا نشكو في الحس ديال المسؤولية ديال هاد الطلبة. فإذا كانوا بالالاف وعشرات الاف اللي كانوا في مسيرة وطنية بهاد الاعداد الكبيرة، وكاين اللي مشى منهم لوجدة في انزال وطني وما ادراك بوجدة 8 سوايع 10 سوايع والناس كيمشيو باش يوصلوا الصوت ديالهم، فميمكنش ان هاد الناس نبقاو كنتجاهلوهم ونبقاو مستمرين في سياسة الاذن الصماء واننا ما نحقوش المطالب ديالهم على ارض الواقع. اللي يقدر يفاجئ العديد من الناس ملي كنقول لهم انه المطلب ديالنا حنايا كطلبة طب هو 7 سنوات، وملي كنقول لهم بانه الوزارة جات بتغيير وغادي دير لنا 6 سنوات، كيقول لك علاش غادي تطالب نتايا ب7 سنوات وهما نقصوا لك عام، راه احسن لك نتايا. ولكن حنايا كطلبة طب النضال ديالنا كينباتق من التخوف ديالنا على صحة المواطن المغربي. النضال ديالنا كيجي كتخوف لنا من واحد المستقبل ديال طبيب يسيء للمواطن المغربي في حقه في حسن العلاج. اذا حنايا الا كنا خارجين هنايا ماشي غير كندافعوا على الحقوق ديالنا حنايا، ماشي غير كندافعوا على لا فورماسيون ديالنا حنايا، ولكن كندافعوا على صحة المواطن المغربي.